ما في شرف شرف الله عز وجل به عباده، مثل أن سمى بهم إلى أن أجعلهم أهلا لخطابه. كل واحد منكم يفكر مين أنا لحتى ربي عز وجل يخاطبني؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني تصور إنه ربي عز وجل مالك الكون، مالك الملك كله سمى بك وجعلك نجيه، جعلك المخاطب له. طيب أليس من اللؤم بمكان أن نعرض عن هذا الخطاب؟ مو هيك مضبوط ولا لا؟ رسالة وصلتني من مولاي ربي، طيب أعرض عنها اتركها هيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 56 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن علوم القرآن وآدابه. نفتتح اليوم إن شاء الله دراسة نص جديد من كتاب الله عز وجل يتناول موضوع القصص، وقد سبق أن درسنا موضوع القصة في كتاب الله عز وجل دراسة نظرية علمية كما يقولون. الحكمة من وجود القصة في القرآن، أسلوب القصة في القرآن، مظاهر فنية القصة في كتاب الله عز وجل، درسنا وبحثنا ذلك في حينه. لكن الآن نعود إلى هذا الموضوع ذاته بالدراسة التطبيقية، نأخذ نصا يتناول قصة من قصص القرآن، ندرس هذا النص ونحلله ونشرحه ونتبين الخصائص التي سبق أن ذكرناها وشرحناها عندما كنا ندرس ظاهرة القصة في كتاب الله عز وجل. هي قصة سيدنا نوح مع قومه، وهي في سورة هود. وكما تعلمون ربنا سبحانه وتعالى حدثنا عن قصة نوح مع قومه أكثر من مرة، لكن في سورة هود تأتي هذه القصة أكثر تفصيلا، ونلاحظ أن مظاهر فنية القصة موجودة هنا لأنها مفصلة أكثر منها في أي مكان آخر. قصة نوح موجودة أيضا في سورة نوح، لكن لها شأن آخر هناك، موجودة في فاتحة سورة القمر أيضا. لكن هنا البيان الإلهي حدثنا عن قصة نوح مع قومه، يعني إنجاز التعبير كما يقولون بنفس طويل. نعم، بكل مشاهد هذه القصة تقريبا. نحن تركنا المشهد الأول فقط، وهو مشهد حوار سيدنا نوح مع قومه، الحوار الذي امتد سنوات طويلة، وهو ينصح وبلطف ويعود فينصح، ويبين أنه لا يطلب منهم أجرا على نصحه، إن أجر
أجره إلا على الله سبحانه وتعالى. نعم. ويبين لنا موقف قومه منه الفظاظة التي كانوا نعم يستعملونها في محاورتهم له وما إلى ذلك. هذا المشهد الأول تجاوزناه، وسندرس المشاهد الأخرى، وهي في الواقع 5 مشاهد نجدها متسلسلة بطريقة فنية كما سنلاحظ. إذن قصة سيدنا نوح في سورة هود هي 6 مشاهد. أعرضنا عن المشهد الأول، المشهد الذي يليه يصور لنا غضب الله عز وجل على قوم نوح، نعم، وكيف أن الباري سبحانه وتعالى يأس سيدنا نوح من قومه، نعم، وأمره أن يقلع عن الحديث معهم وعن محاورتهم وأن يعكف على صنع سفينه، نعم. هذا هو المشهد الأول. المشهد الثاني كما سنجد سيدنا نوح أمامنا وهو عاكف بين نعم ألواح خشبية كثيرة، نعم، يعكف على صنع سفينة، أن أقلع عن محاورة هؤلاء الناس ونصحهم وما إلى ذلك. سنجد هذا المشهد الثاني. المشهد الذي يليه الفجاءة التي وقعت مع قوم نوح عندما أمر الله عز وجل السماء والأرض، أمر السماء أن نعم تعطي الله قطرات من السماء قطر وأن شآبيب، وأمر الله سبحانه وتعالى الأرض أن تتفجر أيضا ينابيع، نعم، وكيف أن الباري عز وجل يصور لنا كيف أن سفينة نوح سارت بين جبال من الأمواج العاتية، نعم، وكيف استطاع هذه السفينة البسيطة الصغيرة أن تقاوم تلك الأمواج العاتية التي أسمى ما تكون بالجبال، ومن الذي كان يقودها ومن هو ربان تلك السفينة. هذا المشهد يصور لنا هذا الجانب. ثم يليه المشهد الرابع، المشهد الرابع فجأة نجد أن هذا الغضب قد سكن، وأن السماء أقلعت، وأن الأرض قد جفت ينابيعها، وأن السفينة رست في المكان الذي شاء الله، وكل شيء انتهى، نعم. وسيصور لنا البيان الإلهي وهذا المشهد بشكل آخر. ثم يليه المشهد الأخير، وهو يعني حديث سيدنا نوح لربه بأسلوب العبد الذي يستجدي المعرفة والفهم، نعم، إذ يقول يعني إن ابني من أهلك وأنت أمرتني أن نعم أركب في السفينة كل من آمن وأن أركب أهلي. طيب ابني من أهلي، لماذا لم ينجو، ولماذا حاق به ما حاق بأولئك الكفرة؟ وسننظر جواب الباري سبحانه وتعالى له. وبهذا المشهد الحواري يختم البيان الإلهي قصة نوح مع قومه. إذن هي 6 مشاهد، نعم. المشهد الأول تركناه، نبدأ بالمشهد الثاني الذي يليه، نفسر ونفصل الكلام الآن بالقدر الذي يلهمنا الله إياه وبالقدر الذي يفتح علينا. يقول الله عز وجل: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. نعم، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هذا هو المشهد الثاني، الأول قلنا تركناه.
أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. كل الذين بقوا على ضلالتهم وكفرانهم وجحودهم سيظلون هكذا، ولن يجدي الحوار معهم مهما تطاول. فلا تبتئس وأقصر في الحديث معهم، واقطع حبل الحوار بينك وبينهم، ذلك لأن أحدا منهم لن يسلم. الذين أسلموا هم فقط، ولن يزداد ذلك العدد نهائيا، ولن يضاف إليهم ولا واحد. هذا معنى قوله لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هم الذين آمنوا فقط. إذن هذا إخبار من الله عز وجل بأن هؤلاء الكفرة الباقين حق عليهم غضب الله سبحانه وتعالى ومقته. هنا يقفز إلى الذهن سؤال، طيب لماذا لن يؤمنوا؟ هل قضى الله عز وجل أن يغلق مفاتيح قلوبهم؟ هل قضى الله سبحانه وتعالى أن يحجبهم عن الحق؟ نعم قضى الله بذلك. طيب الباري إذا قضى بذلك إذن هم مجبرون على الكفر. وربما قال قائلهم فما ينبغي أن نعاقب لأننا أجبرنا على الكفر قهرا. ما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن سيدنا نوح لبث سنوات طويلة وهو ينصحهم ويرشدهم ويجيب عن أسئلتهم ويوسع صدره لهم على الرغم من شدتهم وعلى الرغم من غلظ مواجهاتهم له وسوء مواقفهم منه، على الرغم من ذلك كله. وكان كل واحد منهم حرا يملك أن ينقاد للحق الذي يخاطبهم به نوح، ويملك أن لا ينقاد. إذن كانت الحرية بأيديهم، وكانوا يملكون زمام قرارهم. ولكن على الرغم من أنهم عرفوا الحق، لكنهم استكبروا، وصدهم استكبارهم عن الانقياد له، وأعطاهم الباري مهلة لعلهم يرجعون عن استكبارهم، لعلهم يتحررون عن طغيانهم وخيلائهم واستكبارهم. الفرصة تلو الفرصة. وأنتم تعلمون أن سيدنا نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هكذا عمر سيدنا نوح مع قومه. فلما ركبوا رؤوسهم في الطغيان وأصروا على الاستكبار، حاق عليهم غضب الله سبحانه وتعالى. ومن مظاهر هذا الغضب ومن مظاهر مقت الله في الدنيا أن يغلق منافذ قلوب المستكبرين، لكن في الوقت الذي يشاءه الله عز وجل. حتى المستكبر يمد الله له لعله يرجع، لعله يترك استكباره، لكن في وقت محدد لا يعلمه إلا الله. إذا ظل هذا المستكبر على استكباره، الباري سبحانه وتعالى يعاقبه عقابا عاجلا يتمثل فيه أن يحجبه عن الحق، حتى ولو رأى الحق أمام عينيه لن ينقاد له. وهذا مظهر من مظاهر مقت الله لهؤلاء المستكبرين عاجلا في دار الدنيا. هل في هذا ظلم؟
إن قال واحد من هذا الكلام يقال لهم لقد منعتم الفرصة تلو الفرصة تلو الفرصة سنوات طويلة، وكنتم آنذاك تملكون القرار الذي بأيديكم، تملكون أن تنقادوا للحق، ليس ثمة ما يحجزكم عنه أبدا، ولكن الذي حجزكم في تلك السنوات الطويلة كلها عن الحق استكباركم. إذن فأنتم تحالفتم مع الشيطان المستكبر ومارستم نفس الجريمة التي مارسها الشيطان. جريمة الشيطان ما هي؟ استكبار. نعم نعم. ومن ثم الباري سبحانه وتعالى حق عليكم غضبه. فالآن نعم الآن حتى لو رأيتم الحق ناصعا أمامكم لن تستطيعوا أن تتحولوا إليه، ولن تستطيعوا أن تعبروا بألسنتكم عن انقيادكم للحق، لأن غضب الله قد حاق بكم. هذا من مظاهر عدل الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يقول الله لسيدنا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، الذين آمنوا انتهى أمرهم، أما من الآن فصاعد كل هؤلاء الكفرة المتمردون على الحق سيظلون على حالهم انتظارا للبطش الكبير الذي سيناله من الله سبحانه وتعالى. وأنا ذكرت لكم نعم قانون الباري عز وجل الذي نقرأه في كتابه أنه قد ألزم ذاته العلية بأن لا يغفر للمستكبرين. العصاة ما أيسر أن يغفر الله لهم، لأنه العاصي إذا لم يستكبر لابد أن تتجلى عبوديته لله، إذ هما نقيضان، إن تجلت العبودية لله غاب الاستكبار، وإن هيمن الاستكبار غابت مشاعر العبودية لله عز وجل. والمستكبر لا يغفر الله له، كما نقرأ في كتاب الله عز وجل في أكثر من موقع، موقعين وثلاثة وأربعة. طيب إذن وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، يعني يأس قلبك منهم، ومن ثم لا تأسى لا تحزن. يعني اليأس الحزن، الحزن ما سببه؟ سببه واقع هذا الانحراف الممزوج المعجون بالأمل بالهداية. أناس تائهون ويتصور أنه فيما إذا ظل يحاورهم بأسلوب جديد بطريقة جديدة ربما يهتدون، ويحاول فيجد أنهم لم يهتدوا، يصاب بخيبة أمل. الحزن يأتي من امتزاج نعم نصح مع اليأس من الفائدة التي يتوقعها. الباري عم يقول لا لا لا، الآن ريح حالك، اقطع الصلة بهم واقطع الحوار معهم، هذا معنى قولي فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. طيب واصنع الفلك. اصنع الفلك يا ربي، أنا لست نجارا، أنا لست مهندسا، المسألة تحتاج إلى أكثر من اختصاص. صناعة فلك من الكبر بما كان يحتاج إلى هندسة، ويحتاج إلى معرفة بقواعد الفيزياء، ويحتاج أيضا إلى فن النجارة، يحتاج إلى أنا مالي هيك يا ربي. جاء الجواب بأعيننا ووحينا، واصنع الفلك بأعيننا برقابتنا، أي لن يستطيع أحد أن يمتد إليك بأي سوء من قومك، ووحينا جهلك بهذا الذي آمرك به سيتبدد بإيحاء الله عز وجل لك، كيف تصنع وماذا تفعل وكيف المسألة؟ لا تحتاج إلى يعني دورات تدريبية نعم لسنة أو سنتين ثلاثة، لا لا لا،
وحي مباشر ستتلقاه من مولاك، وإذا بك تعلم هذا الذي تجهل، وإذا بالقدرة الإلهية تسعفك لتنفيذ هذا الذي أمرت به. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ما في تكرار هون، القرآن كل كلمة إلى معناها. بأعيننا يعني كي لا تخاف من سخرية الساخرين وإيذائهم لك، أكيد لو بدهم يؤذوك يعني. نعم. كنت مبارع شيخ وعم ترشدنا وتحكينا، اليوم لأي صرت نجار، شو القصة يعني؟ هذا اللي بده يصير. فالباري عز وجل يقول بأعيننا، أي أنت مكلوء بحفظ الله عز وجل. ووحينا، أي أن جهلك هذا سيتبدد وستحل محله المعرفة التي ستتلقاها من الله عز وجل. نعم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. شوفوا مظاهر الغضب. ونسأل الله سبحانه وتعالى اللطف. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، إياك أن تحدثني عنهم، إياك أن تسترحمني بشأنهم. هذا معنى لا تخاطبني، لا تحدثني عنهم، ما تجيب سيرتهم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا. لماذا يا رب؟ إنهم مغرقون. الحكم صدر، لا ما قال سيغرقون، قال إنهم مغرقون. هم لم يغرقوا بعد، لكن لبيان اليقين في هذا الذي يخبر به الله عز وجل، يعني قرار الله عز وجل نافذ وكأنه قد وقع وتم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هذا هو المشهد، المشهد يصور غضب الباري عز وجل على هؤلاء المستكبرين الجاحدين العاتين. نعم، بهذا الشكل الذي ذكرنا. طيب، انتهى هذا المشهد. الآن يأتي مشهد آخر، وأذكركم بما قلنا ونحن ندرس القصة نظريا في كتاب الله عز وجل. قلنا يغلب أن نجد في القصة القرآنية الأسلوب التمثيلي للإخباري والروائي، يعني كأنك من القصة القرآنية في مسرح أمام، أنت مع الجمهور وترى ما الذي يجري على خشبة المسرح، أحداث تمر مشهد إثر مشهد إثر مشهد. أكثر قصص القرآن بهذا الشكل، وآية ذلك هذا الذي نقوله الآن. الآن كأنما أسدل الستار على هذا الذي خاطب الله به سيدنا نوح. فهمنا، غضب رباني يتضمن قرارا من الله عز وجل لا رجعة فيه، يقضي بهلاك كل هؤلاء الباقين الذين استكبروا على دين الله عز وجل. طيب، أسدل الستار، الآن كأن الستار يفتح لنجد سيدنا نوح وهو نعم غارق بين ألواح من الخشب، نعم، ومنهمك في صناعة غريبة وعجيبة لا شأن له بها، هي صناعة سفينة. وكما قلت لكم، هذا الذي يعكف على صنع السفينة وينهمك فيها يحتاج إلى عدة اختصاصات، النجارة والهندسة والفيزياء. هذا السفينة وين بدها تكون؟ في البحر. نعم، وأنو بحر؟ بحر. طيب، الآن إذن لكان فتحت الستار عن هذا المشهد الجديد. لاحظوا العبارة القرآنية، ويصنع الفلك، فعل مضارع، عبارة هكذا، يعني الآن سيدنا نوح أمامكم وهو منهمك في صنع السفينة، عاكفا على تجميع الألواح الخشبية لتنفيذ هذا الذي قد طلب منه، ويصنع الفلك. تصوير
لواقع كأننا نشاهده. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. نعم، بين الحين والآخر يمر جمع من قومه الكفرة الفجرة، نعم، ليقفوا أمامه. ما الخبر؟ نراك أصبحت نجارا، نعم، كنت بالأمس تدعونا وترشدنا، نعم، ما القصة يا نوح؟ طيب لماذا تصنع هذه السفينة؟ وما الحاجة إليها؟ سيدنا نوح كان حياته التي أمضاها آنذاك ما بين الشام والعراق، ما في داعي، ما هو قاعد على لا على شاطئ بحر، نعم، ولا ساحل، نعم. طيب فكان بين الحين والآخر يمر به جمع من قومه ليقفوا أمامه ساخرين وربما يحاولون أن يؤذوه، ولكن الله عز وجل قطع سبيل إيذائهم عنه عندما قال بأعيننا. أما اللسان الساخر لا، هذا ابتلاء. نعم، وكلما مر عليه ملأ، ما معنى ملأ؟ جماعة، ملأ من قومه سخروا منه. البيان الإلهي ما فصل طويل، ليش؟ لأنه مبين ليش بدهم يسخروا، وجه السخرية واضح معروف. نعم، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. طيب، لكن سيدنا نوح تلقى من ربه ما يطمئنه. سيدنا نوح تلقى من ربه ما يتعالى به على سخرية هؤلاء الناس. ربي عز وجل قال له واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. طيب يا سيدي إيه ما في بحر هون؟ قال له ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. خلاص علم سيدنا نوح القصة إجمالا، فلن يستطيع أحد أن ينال منه منالا، لن يستطيع أحد منه أن يدنو إليه بأي أذى بعد أن قال الله عز وجل له بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا. وإنما كان يجيبهم بهذه الجملة، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. أنتم اليوم تسخرون منا وغدا يأتي دورنا، غدا سنكون نحن الساخرين منكم. وانظروا عاقبة أي من السخرية أدهى وأطم، هي عاقبة سخريتكم أم عاقبة سخريتنا نحن؟ أنتم تسخرون وهذه السخرية لا تؤثر عندي شيئا لأنني أنفذ أمر مولاي وربي. نعم، ولكن غدا إذا جاءت النوبة إلينا وجاء ميقات سخريتنا منكم، انظروا كيف تكون عاقبة سخريتنا نحن. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. طيب، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. شرح سيدنا نوح طرفا من سخريته بهم عندما يأتي ميقات ذلك المحدد في علم الله عز وجل، وذلك عندما قال فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي، نحن أم أنتم، يعني أنا وما في غير سيدنا نوح والثل القليل التي كانت معه من المؤمنين. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، أأنتم الذين تسخرون مني اليوم أم نحن المؤمنون الذين سنريكم عاقبة سخريتكم هذه فسوف تعلمون. متى أمر ذلك؟ عائد إلى الله. الباري عز وجل ما كشف الميقات، وإنما قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. متى؟ علم ذلك عند مولاي، عند ربي. نعم، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ليت أنه عذاب عارض يأتي ويمر، لا، إنه عذاب مقيم باق خالد
يورثكم الضنا ويورثكم الندم في ساعة لم يعد ينفع فيها الندم قط. نعم، هذا هو المشهد الثاني. هذا المشهد الثاني أيضا أسدل عليه الستار. قبل أن ننتقل إلى المشهد الثالث، لابد يعني أن أتخيل عقلية الإنسان، لا أقول الملحد، لكن عقلية الإنسان الذي لم تترسخ جذور الإيمان في عقله بالله عز وجل. يستشكل هذا الكلام ربما. إنسان لا علم عنده بالنجارة، ولا علم له بشيء من هندسة السفن، ولا بقوانين الفيزياء، كيف أصدق أن هذا الإنسان الذي لم يحمل لوح خشب، لم يمسك آلة من آلات النجارة في حياته، كيف أؤمن أنه خلال فترة إن طويلة كانت أو قصيرة استطاع أن ينشئ سفينة عملاقة كذا؟ يا أخي أنا لا أتصور، أنا رجل علم. في الناس اليوم من يقول هذا الكلام، ما الجواب عن هذا؟ أنا رجل علم. ما العلم؟ العلم كما قلنا بالأمس فيما أذكر، إدراكك الشيء على ما هو عليه بدليل. طيب، هذا هو العلم. هذا الإدراك من أين جاء؟ يعني نعمة الإدراك اللي الباري متعنا بها، نعمة ما نسميه الذكاء، نعمة ما نسميه العقل، طيب من أين جاءت؟ طيب في حيوانات كثيرة ما تتمتع بهذه النعمة، بل في هنالك أناسج لا يتمتعون بهذه النعمة. هل الإنسان هو الذي غرس، إن قلنا في دماغه أو قلبه، نعم، دستور العقل والإدراك؟ هو إذا كان هو خلاص الحجة سليمة، حجة هؤلاء المستنكرين. لكن أبدا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجاء ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فأنا عندما ولدت ما كنت أتمتع بهذا الإدراك، وعندما رأيتني أتمتع به ما استوردت هذا الإدراك واشتريته وغرسته في كياني، أو عن طريق عملية جراحية يعني استسلمت لها، نعم، واشتريت يعني هذا الدماغ المدرك بمليون ليرة أو أكثر أو أقل، ما هيك، وإنما كنت جاهلا ورأيتني أصبحت عالما. هذه النعمة، نعمة الإدراك، إن فعلت بها ولم تفعلها إذن هي ليست ملكك. ابحث عن المصدر الذي جاءت هذه النعمة إليك منه. من عند مين؟ من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا ربي سبحانه وتعالى أكرمني بنعمة العقل نسبة 50%، بيعملهم نسبة 100%. إذا ربي عز وجل أدركني أكرمني بنعمة العقل الذي، نعم، يكشف لي، نعم، خبيئة بعض الطبائع عند الناس عن طريق الفراسة، والنبي بيقول اتقوا فراسة المؤمن، نعم، طيب ممكن رب العالمين أيضا يعطيني من العقل ما أنظر به إلى الأرض فأدرك أنه من بعد 10 أمتار في ماء بواسطة العقل. الإله الذي متعني بهذا العقل يمكن ويستطيع أن يزيد من عقلانيتي بحيث أشم حقائق الأشياء من بعد، صح ولا لا؟ طيب، لكن الباري أعطاني هذه القدرة محدودة بسقف، إذا شاء رفع السقف ومتعني بأقوى من ذلك وأكثر بكثير. إذن المسألة مفهومة ومدر، لكن من الذي يستشكل؟ هو الذي لم يؤمن بالله عز وجل بعد. ومع ذلك هنالك إشكال لا يحل
إلا بمعرفة وجود الله. إشكال في حياتنا نحن والحيوانات لا يحل إلا عن طريق انغاض الرأس لقيوم السماوات والأرض والإيمان بوجوده. أرأيتم أيها الإخوة إن قارنا بين أنفسنا قدراتنا وبين قدرات كثير من الحيوانات، أرأيتم أننا سنكتشف أن هذه الحيوانات أقدر منا وتتمتع بإمكانات أكثر منا؟ هذا هو الإشكال، كيف نحله؟ طيب، النمل الصغيرة انظر إليها وهي تحمل شيئا ما، قشة شيء، تجد أن هذا الذي تحمله تزن 3 أضعاف وزنها أو 4 أضعاف وزنها، وهي تحمل هذا الشيء إلى جحرها. هل تستطيع أن تحمل ما يساوي وزنك بدون وسيلة؟ ما تستطيع. طيب انظر إلى عش الطائر، هذا العش الذي نعم ينسقه نعم ويرتب هذا العش عن طريق هذه القطع الصغيرة التي تشبه الخيوط نعم، يجعل منها لفافات متداخلة بإحكام غريب وعجيب نعم خلال ساعات من الزمن، ولو نظرت ورأيت هذا العش الذي بني بإحكام وأردت أن تفعل مثله لن تستطيع أن تفعل مثله إلا بوسائل. تستطيع، لكن بدك تلتجئ إلى إيش؟ إلى وسائل. لكن هذا الطائر أوتي قدرة على أن نعم يخرز هذه الخيوط نعم العشبية النباتية بعضها ببعض نعم وينسقها بحيث لا تستطيع أن نعم تفكك بعضها عن بعض. طيب. النحل انظر إلى بيوتها السداسية، كل ضلع يساوي الضلع الآخر، زوايا هذه المسدسات كأدق ما تكون الزوايا التي يفعلها أي مهندس بناء اعتمادا على الأجهزة المختلفة، شيء طبيعي تعرفون هذا. طيب أنت إذا أردت أن تصنع مثل هذه البيوتات السداسية وبزوايا نعم دقيقة بهذا الشكل، هل تستطيع أن تفعل ذلك إلا بوسائل؟ بتعدى أقدر الناس أنه بدون ما يستعمل هذه الوسائل التي يعرفها أصحاب هذه المهنة نعم المهندسون، لا تستطيع، لا، لكن النحل يمارس ذلك بدون آلة. هذه المشكلة كيف تحل؟ الباري سبحانه وتعالى هو الذي علم، كما علمني وعلمك، علم الحيوانات ما به عيشها، ما به دوامها، وعلى هذا فقس صور كثيرة من هذا الذي أقوله لكم. فأنت وقفت أو أوقفك الله في إدراكاتك عند سقف معين، جعلت من هذا السقف الذي أوقفك الله عنده قانونا على الكون كله، صرت تجعل من السقف الذي وقفت عنده حكما نافذا في حق سيدنا نوح. رب العالمين ألجمك، لو شاء الباري سبحانه وتعالى لا يلجمك، يعطيك ما قد أعطى نوح وأكثر. وحسبنا أن الله عز وجل قال بأعيننا ووحينا، انتهى هذا الإشكال نعم. لكن طبعا إذا كان الإنسان ملحد فما أيسر أن يفر من ملزمات الحقيقة إلى شيء واحد، الطبيعة، ما عنده غيرها، هي شغلة الطبيعة. الحيوانات عم تستطيع تشتغل هيك عن طريق الطبيعة. اسأله شو هي الطبيعة؟ الطبيعة عبارة عن لغز، هو نفسه سكران بهاللغز وما بيعرف شو معناتها، لكنه يفر من الملزمات إلى هذه الكلمة. طيب الآن انتهينا من هذا المشهد الثاني، يأتي دور المشهد الثالث
وكأننا قد كشفنا الستارة عن شيء جديد. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. نعم، هذا هو المشهد الآخر. كلمة حتى ما دورها هنا؟ ما المعنى الذي تبثه في أذهاننا؟ حتى إذا جاء أمرنا. كلمة حتى هذه ينطوي في داخلها بيان لأحداث طويلة مرت الله أعلم بها والله أعلم بالزمن الذي احتضنها. نعم، ما بين بداية عمل سيدنا نوح صنع السفينة وهذا الذي يذكره الله عز وجل، أحداث طويلة مرت وأمور جرت لا داعي إلى شرحها، يطويها بيان الله عز وجل ويشير إليه بكلمات حتى. يعني استمر الأمر هكذا حتى إذا جاء أمرنا. متى كان ذلك؟ وكم هي الفجوة الزمنية، المدة الزمنية بين المشهد الأول وهذا؟ كم كانت المدة الزمنية بين بدء سيدنا نوح بصنع السفينة وهذا الذي يخبرنا؟ الله أعلم. حتى إذا جاء أمرنا، حان تنفيذنا للأمر الصادر، الأمر في الأزل، قضاء الله في الأزل، ولكن هذا القضاء الأزلي، نعم، حكم أبرمه الله عز وجل يعني للمستقبل. ميقات تطبيقه هنا حيث يشير بيان الله عز وجل. حتى إذا جاء أي حان ميقات تنفيذ أمرنا، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. إيش ما علاقة التنور بهذا الأمر؟ التنور وفورانه بالماء بدلا من النار هو نقطة الصفر لهذا الحدث الكبير، لهذا الطوفان العظيم، يعني هو الإشارة، ساعة الصفر مثل ما بيقولوا. واضح كيف؟ التنور ينبع بالنار، هذا شأنه، وفعلا كان التنور يفيض بالنيران، يفيض باللهب. فجأة اختفت النيران واختفت ألسنة اللهب وفاض هذا التنور بينبوع من الماء. وإذا كان التنور الذي هو ينبوع النار قد فاض بالماء، فما بالك بالأماكن الأخرى؟ تحولت الأرض كلها إلى أفواه فاغرة تنبع بالماء، وتحولت السماء إلى ما يشبه أفواه قرب، نعم، يهطل منها الماء، تماما كما وصف الباري عز وجل ذلك في أي سورة؟ في سورة القمر. نعم، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. هي الصورة، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر. شوف الصورة، كأن السماء عبارة عن أبواب كانت مغلقة وكان وراءها مياه شديدة جدا 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 مضغوط عليها، وفتحت هذه الأبواب، شو بيصير بقى؟ كل هذه المياه تنهمر بشكل عجيب. نعم، فتحت السماء بماء منهمر، وفتحنا السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض. فجرناها ماذا؟ براكين؟ لا، فجرناها عيونا، فالتقى الماء، يعني ماء السماء وماء الأرض، على أمر قد قدر، على شيء منظم، على هدف، على ماء قد قدر.
فكلمة حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، هي كلمة فوران التنور ساعة الصفر يعني، فوران التنور بالماء بدلا من النار إعلان بأن الأرض كلها تحولت إلى ينابيع، وبأن السماء تحولت إلى أبواب تنهمر منها المياه إلى الأرض. نعم، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها، في ماذا؟ السفينة كانت جاهزة تامة كأحسن ما تكون بصنع واحد، ما في هذا معه سيدنا نوح. عجيب الفعل العجيب إذا نسينا الله، ولكن ليس عجيبا عندما نسمع كلام الله واتقوا الله ويعلمكم الله. سبحان من يعلمنا، سبحان من يعلمنا ويرشدنا. نعم، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، الحيوانات يعني المختلفة، حيوانات من كل زوجين اثنين، والعرب تقول عن كل شيء متلازمين زوجينها، عن كل شيء متلازمين نقول زوجا نعل، بيكون يعني كل واحد منهم زوج. ليش؟ لأن النعل الواحد مرتبط مع النعل الثاني. نعم، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، الحيوانات يعني المختلفة، وأهلك أهل سيدنا نوح. نعم، إلا من سبق عليه القول، هذول أوعك. من هم الذين سبق عليهم القول؟ هم الذين قال الله عز وجل منهم إنهم مغرقون، بعدين قال ومن آمن، هي ومن آمن مو معطوف على نعم من سبق عليه القول، معطوف على وأهلك، ديروا بالكم. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، ومين كمان؟ وأهلك، اجت بعدين مثل يعني جملة معترضة، إلا من سبق عليه القول، بعدين قال ومن آمن، ومن آمن يعني كمان هذول معطوفين على شو؟ على الأهل. نعم، ومن آمن، بعدين ختم الباري عز وجل هذا الكلام بقوله وما آمن معه إلا قليل. ماذا تشعرون في هذه الكلمة التي ختمت بها الآية وما آمن معه إلا قليل؟ فيها من مشاعر الأسى على هؤلاء الذين ذكروا بالله فلم يذكروا، حاول سيدنا نوح أن يوقظهم فلم يستيقظوا، حاول أن يحررهم من استكبارهم فلم يستكبروا. نعم، هذا مثل قوله عز وجل يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هلا هنا ليس المراد أن الباري عز وجل لا ينسب تنسب إليه الحسرة، الحسرة تنسب إلينا نحن، لكن الباري عز وجل يصف هؤلاء الناس وعتوهم وعكوفهم على الغي وعلى الاستكبار، وبالمقابل يصف الباري عز وجل الرحمة بهم واللطف بهم. كم وكم وكم نبه وأرشد وأرسل إليهم من يوقظهم وينبههم، ولكن آثر الغي وآثر الضلال. نعم نعم، هذا معنى كلام الله عز وجل يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذا المعنى نجده هنا في آخر هذه الآية وما آمن به معه إلا قليل، شيء مؤلم يعني. طيب، ثم يقول المشهد لم يتم بعد وقال اركبوا فيها في السفينة تنفيذا لأمر الله، قال للمؤمنين نعم، وحمل معه أيضا الحيوانات، ذكر وأنثى ذكر وأنثى ذكر وأنثى من كل صنف. نعم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، قراءتنا بالإمالة مو مجراها. نعم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، هي كلمة بسم الله مجريها ومرساها لجواب، كأن هؤلاء الذين قيل لهم اركبوا قال لك هل السفينة شو بدها تساوي فينا؟ لك شوف شوف الطوفان، لك مو بحر، أمواج،
كأنها الجبال العاتية، لا يمكن أن يقف في وجهها لا سفينة عملاقة ولا شيء أبدا. من هو اللي بده يقودها؟ من هو اللي بده يسوقها؟ أين هو الربان الذي يستطيع أن يجعل هذه السفينة تخترق هذه الأمواج بسلام واطمئنان؟ هذا أكيد شيء يعني بيخطف البال، لأن يعني طوفان الذي يصفه بيان الله عز وجل طوفان لم يحدث من قبل ولا من بعد مثله، والعالم كله يعلم ذلك. جاء الجواب: بسم الله مجريها ومرساها. الإله الذي يسر صنعها هو الذي سيجريها، وهو الذي سيجعلها ترسو عندما يحين ميقات رسوها. بسم الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يجريها وهو الذي يرسيها. طيب هل فيه هذا من إشكال؟ أبدا ما في إشكال منه. نعم، لأنه الطوفان من صنع الله، وأداة الخلاص من هذا الطوفان أيضا من صنع الله عز وجل. فالذي أنشأ هذا الطوفان فجأة دون توقع هو الذي ينشئ سبيل الخلاص منه دون توقع. والمسألة كلها منوطة بواحد لا ثانية له، الأسباب هنا غاضت، فعالية الأسباب انمحقت نهائيا. في أسباب ما في، لن تجد وسيلة لتقول حدث كذا، والله في صعوب اجت، في منخفض جوي اجى من الجهة الفلانية، رأى الجهة الفلانية كذا إلى آخره. نعم، والله في مثلا كتلة جليدية ثابت، وهذه الكتلة الجليدية عملت، نعم حدث من ذلك طوفان، نعم نسبة المياه في البحار هي التي نعم ارتفعت فوق الأرض اليابسة. من هالكلام اللي بيحكوا ما في شيء منها، لا يوجد في عالم الأسباب شيء يتمسك به المبطلون نهائيا، إن هو إلا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب كذلك سبيل النجاة مو شغلتك، الإله الذي أحدث هذا الطوفان سيحدث للمؤمنين الخلاص منه. نعم، لذلك هذا يدلنا على أنه لما منشوف أنفسنا في عالم الأسباب نفس الشيء. لما بتركب سفينة وبتشوف أن هنالك ربانا يقودها، وهنالك نعم جروب من الذين يقودون هذه السفينة نعم بتناوب وما إلى ذلك، كل ذلك أسباب شكلية، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. وعندما يشاء الله عز وجل أن تغرق هذه السفينة، والله مليون ربان وكل الوسائل التي نعم تستعمل والتي يستعان بها لا تفيد شيئا بشكل من الأشكال نهائيا. نعم، فهذا معنى قوله تعالى: بسم الله مجريها ومرسها. إن ربي لعزيز حكيم. نعم، إن ربي لغفور رحيم. ثم صور لنا هذا المشهد وهي تجري بهم في موج كالجبال. صوروا السفينة، شو قديش بدها تكون عن هي السفينة؟ شو مهما كانت، وهي تجري بهم في موج كالجبال. يصبح شكل السفينة بالنسبة للأمواج العاتية التي يشبهها بيان الله بالجبال أشبه ما تكون السفينة بذبابة، بسمكة صغيرة في عرض البحر. هكذا مستحيل هذه السفينة لا تفعل شيئا. الباري عز وجل يصور لنا عتو هذه الأمواج لنعلم أن الذي أنجى هذه السفينة هو الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك شو عمل؟ تجري، وهي تجري بهم في موج كالجبال، يعني كأن جريان السفينة يتحدى الأمواج التي هي أشبه ما تكون بالجبال. لكن ليس الجريان هو الذي يتحدى، المجري هو الذي يتحدى. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الأمواج، وهو الذي جعل السفينة
تهيمن على هذه الأمواج. طيب وبعدين؟ هنا يأتي دور حوار بين سيدنا نوح وبين ابنه، وهو حوار مهم جدا جدا، حوار موحٍ. وإذا وقفنا أمام هذا الحوار، حديث الأب لولده وجواب الابن لأبيه، سنجد معان كثيرة كثيرة جدا نتبينها من هذا الحوار. فلنقف عند هذا الحد، عند قوله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. وإن شاء الله في الدرس القادم نتابع. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها، لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك، لك الحمد أن ألجأتنا إلى بابك، لك الحمد أن أوقفتنا عند جنابك، لك الحمد يا أرحم الراحمين، لك الحمد حمدا يبقى ولا يبيد على كل نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في هذه الليلة الغراء صلاة تبقى ولا تبيد، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا ذا الجلال والإكرام، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك التجأنا إلى بيتك هذا، ووقفنا على بابك، وتحلقنا حول كتابك يا رب العالمين. نسألك اللهم أن لا تقصينا عن جنابك، نسألك اللهم أن تكرمنا برحماتك العلوية، نسألك اللهم أن تكرمنا بألطافك الظاهرة والباطنة، نسألك اللهم أن تأخذ بنواصينا جميعا إلى ما يرضيك، وأن تصرفنا جميعا عما لا يرضيك. نسألك يا ربي أن تكفينا في أمورنا كلها بحلالك عن حرامك، وأن تغنينا بفضلك عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك يا الله أن تدبر لنا أمورنا كلها بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ضعفاء، فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخيرات بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، ولكننا نملك إيماننا بك، نملك ذل عبوديتنا لك يا رب العالمين. فاجعل إيماننا بك وذل عبوديتنا لك شافعين لنا يا رب العالمين إذا أبنا إليك يا أرحم الراحمين. اصفح اللهم عنا صفح الجميل، اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها يا أرحم الراحمين. ربنا أنت غني عن طاعاتنا، ونحن فقراء إلى رحمتك. فيا من هو الغني عن طاعاتنا، يا من لا تضره معاصينا، اغفر لنا ما لا يضرك، وتقبل منا ما لا ينفعك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. أصلح حال المسلمين في هذه البلدة وفي سائر بلاد الإسلام يا رب العالمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم، ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.